الرشاقة المؤسسية بحاجة إلى متخذ قرار، إلى قرار سريع، إلى إجراء سريع، ولكن القرار والإجراء يجب أن يكون هناك له دراسة سريعة، وهي دراسة استشراف المستقبل لما يحدث باتخاذ القرار، وهذا أهم ما يبنى عليه في اتخاذ قرار الرشاقة المؤسسية. إن أنا حتى كمؤسسات كنت دايماً إيه بحاول أجيب الزبائن، أحاول أجيب الكاستمر، أريتين ذم، أماركت ذم، أسيل ذم. ودلوقتي التغيير نو، إتس أ مينتاليتي أوف سيرفيس وخدمة. إن أي ونت تو أكشلي سيرف الكاستمر بتاعي.